زوج صاصي وسوس سمو قدوس 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 فصل من بشارة معلمنا يوحنا البشير بركات علينا أمين. متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبوني لكنتم تفرحون بأني أمضي الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أتكلم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتيا وليس له فيه شيء، لكن كي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قم وانطلق من هنا. أنا هو كرم حقي أبي الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنت من قبل أن قيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه أنا أيضا فيه. والمجد لله دائما أبدا. أن أنتم شموك بخريستوس بكتون غصص من ابن ماي سواب جيك يكسوت يمون إن روحك القدوس يا رب الذي أرسلت في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من نصر لك. نسألك أشهد قلبا قينا نقلب فيه الله روح مسك من جد في حشي لا ترحني من قدوس لا تنزعه مني. سبت لي كي وكي عاقب نباتي. قدسك على تميس في الساعة الثالثة هذا تنزع من الصالح لك سالك قد في حشينا ايها المسيح ابن الله الكلمه روح مستقيم المحيي روح النبوه والعفه روح القداسه والعداله والسلطه القاضي كل شيء من دي كل سنه ات على ارحمنا انيك ايك تصيون صنيون يا ودي انت كرم الحقيه الحامل عن قدس خلص بوس مبارك الرب لنا مبارك الرب يوم في يوم نهاية طريق لانه اله خلاصنا انيك ايك تصيون صنيون امين. ايها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والملاك كل كنز الصالحات ومعطى الحياه هل هم تفضل حل فينا طاهرنا من كل دنسايا الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام هل هم أيضا كن معنا من احنا سلاما خلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة اللي أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة سألك يا رب اسمعنا ارحمنا كل خطايانا أمين. كريا ليسون 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 قدوس 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 السماء والأرض مملتان من كرامتك ارحمنا يا الله إلى أبد أبد كل ثالث قدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا إلى السماء في شدة قدس واك هل أغفر سبحان الله عن سيئاتنا اللي صنعناها بردت صنعناها بغردت معنا بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة خفية والظاهرة بغفر لنا اسم القدوس الذي يزدو علينا رحمتك يا رب وليس خطيئتنا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. شو يسنين أنت أصبحت الساعة السادسة من النهار المبارك قدام المسيح ملكنا ولنا أرجو أن يقبل ختم زمير معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. زوج صاصي وسوس سمو قدوس 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 فصل من بشارة معلمنا البشير بركات علينا امين. فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس قدم اليه تلاميذه افتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانى لانهم يتعزون طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض طوبى للجائع العطاش الى البر لانهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون طوبى للمتقدمين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات طوبى لكم اذا طردوكم وعيركم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا فان اجركم عظيم في السماوات لانهم هكذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم انتم من ملح الارض فاذا فسد الملح فاما اذا ملح لا يصلح بعد الشيء الا ان يطرح خارجا ويداس من الناس انتم نور العالم لا يمكن ان تخفى مدينه كائنه على جبل ولا يقودون سراجا ولا يضعونها تحت المكيال
بل يضعونها على المنارة فيدي لكل من في البيت، هكذا فليدي نوركم قدام الناس ليرى أعمالكم الحسنة فيمجدها بكم الذي في السماوات. والحمد لله دائما أبدا نشمكم بخير سوسن بكوتر وعسوسن بابن ماي صواب جي أكي أكسوت يمون نينان ياما في يوم السادس فمرت عصري منك الخطيئة التي جرى عليها ابونا آدم في الفردوس مزك سكة خطيئة المسيح لنا وننجنا. أنا صرخت رب رب سمعنا الله مسك بصلاة والطرف الطلب التفت إليها اسمعنا عشاء وباكر وخزور كلام يقول فاسمع صوت خلص نفسي بسلام سبتيك أيوك يا ابن ماتي سمرت عصلي بحضرت الخطيئة بلا شحيت ميت موتك الذي انساء خلق بديك اختلق وانا بألام كشف المزمير التي سمرت بها انقصا كنا من تاشع ملولي اذكر أحكامك السمائية كرافة كاليك آيك توسيون وصنيون آمين سليس لنا داء الله لحق على معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتأسل إلى اللازود منك وإلا كسية شفاعة قوية مقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفض خطأ من شفاعة عند روحهم مخاطة خالص فتدرك أن تضمت سكننا جدا عنا الله مخلصنا ربنا جينا اغفر لك خطايانا من أجل اسمك القدوس كانيك آيك توسيون وصنيون آمين صنعة خلاصا في وسط الأرض كلها المسيح الآن عندما وسط يدك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ خير المجد لك يا رب سبتيك أيوك يا جمن ماتي نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا المسيح لنا لأنك بمشيئتك صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعيني العالم يا رب المجد لك كانيك أيك توسيون وصنيون آمين أنت هي المبتلى نعمة يا ولد إلى العذراء نعظمك لنا من قبل صليب ابنك من هبطل الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح إلهنا سألك يا رب اسمعنا ارحمنا خلا خطأنا مين كريا لايسون 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 قدوس 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 سماء الأرض ما تعمل كرام الحمد لله لأبداء وتكلية تلس قدوس الحمد يا رب الهي الكوات كن معنا ليه السماعين في شهدة قد نسوك حلو اغفر سبحان الله عن سيئات صنعناها بردت صنعناها بغردت خفية والظاهر يا بفرام اسم قدوس الذي عليك رحمتك يا رب الاسختين أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليات ملكوت تكون مشيئتك كما في السماء قوة المجد للأبد أمين بشويس بشويس إن إلان تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك قدام المسيح ملكنا ولانا أرجونا أخفل خطايانا مزامير معلمنا داود النبركات علينا أمين سوسوس مو قدوس 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 فصوم مشات معلمنا لوقا البشير بركات علينا امين ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فاخذوا معه ودخل على انفراد من موضع خلاء بمدينه تسمى بيت صيدا فلما علمت الجموع تبعوه فقبلوا وخطبوا مع ملكوت الله والمحتاجون الى الشفاء شفاهم وكان النهار قد بدا يمين فتقدم اليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع الى القرى المحيطه والحكور ليستريحوا ويجدوا ما ياكلونه فاننا ها هنا في موضع كفر فقال لهم اعطوهم انتم لياكلوا فقالوا ليس عندنا اكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه وكانوا نحو 5000 رجل فقال لهم ليتكوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا واتقوهم أجمعين فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وبارك وقسمه وأعطى الجموع ليضعوا أمام الشعب فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كف مملوء. والحمد لله دائما أبدا أنتم شموك بخصوص بكوتنا عصوصهم ابن ما سوى بجياتي أكسوت يؤمون نينان يامن زاق الموت بالجسف وقت ساعة التاسعة أمد حواس الجسم نمسح لنا ونجينا في الأدن توصل قدامك يا رب قوم فإن تدخلت البطي لحضرتك كلمتك أحيني نسرتك أيوك يا عجب نماتي يا من زاق الموت بالجسف يا يا ما في زاق الموت في الساعة التاسعة أمد حواس الجسم ليه أيها المسيح الآن الكرسي بتكون مرهوب أكثر مجلس زي الوتاج أخشع نشاق المدنس رقت على الفرش بتاعه في حد لك من الدخل سورة العشاقار عن قصر الله مغفر لي فإني خاطئ كاني كايكات وصيون وصنعون آمين
إذ ليس لنا داء ولا حج ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ود منك وإلى كثير شفاة قوية مقبولة عند مخلصاته مطارة لا ترفض خطاع إن شاء الله عند حوم وقضى قصر فلتدركنا تمسكنا جدا. أعنا اللهم خلصنا ربنا كينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. تاني كايك تصيون صنيون آمين. لما أبصر لص رئيس الحياة على صليب معلقا قال لولانا المصلوب بلا معنى إله متجسد، ما كانت الشمس أخفت شعاعها والأرض ملانجت مرتجدة على مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متجد في ملكوتك. سبت ليك أيك يا عجم نماطي يوما قبل إلي اعترف اللص على الصليب، اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا مع معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متجد في ملكوتك. كانك عيك تسعون صنعون آمين. عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية ما العالم في أفرح لقبوله الخلاص، أما أحشائي فلتلتهب عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل يا ابني وإلهي. سألك يا رب اسمعنا ارحمنا اغفر لنا خطايانا امين. كريا ليسون 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 سون كريا ليسون 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 سمع الأرض ما تأمل كرام بحمنا لا لبدا وكل سلسلة قدس الحمد رب الأكواد كن معنا السماء في شهد قد سواك حلو وأغفر اصفحنا الله عن سيد خفية الزر باسم القدوس الذي هناك رحمتك رب الخطيئة. أبانا الذي في السماوات. قدس اسمك ليأتي ملكوت تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. كل ملك والقوة والمجد للأبد أمين. شويس بشويس إننا تسبحت الساعة الحادية عشر والثانية عشر من النهار المبارك. قدم المسيح ملكنا ولنا أبونا أخونا أعطانا زميل معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين. سوسوس من قدوس 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 وشات معلمنا لوقا البشير بركاته علينا امين. ثم قام المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حماه سمعان بحمى شديده سالوه من اجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى تركتها، وفي الحال قامت خدمتهم، وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بانواع امراض كثيره كانوا يقدمونهم اليه، اما هو فكان يضع عليها على كل واحد منهم فيشفيهم، فكانت الشياطين تخرج من كثيرين ويتصرف وتقول انت هو المسيح ابن الله، فكان يعترهم ولا يدعهم ان تقول لانهم كانوا قد عرفوا انه هو المسيح. والحمد لله دائما ابدا امين. ترون شموك بخريستوس بك وتنغصص من ما يسوع ابجي اكي اكسوتي امون نينان. صديق بالدخل فنظر انا خاطي سكر النهار وحره لم احتمل ضعف بشريتي، لكن انت لا رحم وسن واصحاب الساعه الحادي عشر لاني نزام حسام حول ابي والخطايا والذي تنمي، فما اكثر ان انظر على وجه السماء لكن اتقل انا رحمتك ومحبتك البشريه صارخا كان المغفر لنا الخاطي وارحمني. سبت لي كايوك يا جبن الماضي اسرع لي احضن الابوية لان افنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى من النهار وفات، فلن اتكل على نفتك التي لا تفرغ فلا تتخلى عنك المخاش مفتقر رحمتك، لان ليك اصرخ يا رب تخشع طاتي ابتا في السماء وقدامك ولست مستحقا اضع لك ابنا البرج عنيك احد اجرائك. كانيك ايك يسوس يوم صنيع امين. لكل اسم ريح وشاط فعلته لكل خطيئه بشوقك ترتكب ولكل عذاب حكم السجد فهي لي اسباب التوبه هي تسرع زراء، فاليك تضرع ويستشفع يا قدام تساعدني للاخزاء، وعند مفارقة نفسي من جسد احذر عندي الممارة العداء هزيم والأبواب الجحيم أغلقين لا لأبتلع نفسي على رزب علي بالخطن الحقيقي. قدس الله قدس قوي قدس الحالي من هذا رحمنا قدس الله قدس قوي قدس الحالي سبحان رحمنا قدس الله قدس قوي قدس الحالي من الموت سعى السماء ترحمنا مجد الله يبقى ابن الروح قدس هنا قدس دور من يتلس قدس الحمد يتلس قدس الحمد يتلس قدس الحمد يا رب اغفر لنا خطيئنا يا رب اغفر لنا سنا يا رب اغفر زلاتي تقد مرضى شعب
يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. السلام ولكن اسالك قديس المتعلم من عذراء كل حين وليت اليوم مسيح اسعد صلوات من تحبيب في الخطايا السلام نور الحقيقه المسيح عذراء قديس ايات العذراء مريم ولدت لك الشفاء لمثل البشريه اشفع فينا من سنه ذكر الخطايا السلام لك عذراء معك الحق يسلم وجل سنوات لنا من نسالك سبحانه وتعالى من ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايا زكساس لوسوس من قدوس 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 فصم شاط معلمنا لوقا البشير بركات علينا امين. هذا الانسان في اورشليم اسمع سمعان هذا الانسان كان عبارا عن تقرير متوقع عن تعزيه اسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد وحي من الروح القدس انه لن يرى الموت حتى يرى المسيح الرب فاقبل بالروح الى الهيكل اقبل بالروح الى الهيكل ولما دخل الطفل يسوع ابواه الى اصنع عنه كما يجب في الناموس حمله سمعان على زراعيه وقال قائلا الان يا سيد تترك عبدك بسلام حسب قولك لان عناك قد ابصرت خلاصك نورا تجلى للامم ومجدا لشعبك اسرائيل. والمجد لله دائما ابدا امين. ترش امك بخير سوسم بكوتنا غصوصم ابن مايس وابجي اكي اكسوتي امون نينان. هو ذا انا عتيد علي ان اقف امام الديان العادل مرعوبا ومرتعدا من كثره ذنوبي لان العمر المنقضي في الملايا يستوجب الدين ولكن توب يا نفسي ما دمت في الارض ساكنه لان التراب في القبر لا يسبح وليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي الى المخلص بتوبه قائله اللهم ارحمني وخلصني. لو كان هذا العمر ثابتا وهذا العالم مؤبتا لكان لك يا نفسي حجه واضحه لكن اذا انكشفت افعالك الرديئه وشرورك القبيحه امام الديان العادل فاي جواب تجيبي وانت على سرير الخطايا منطرحه وفي أعضاء أخضاع الجسد متهاونة أيها المسيح إلهنا لكرسي حكمك المرهوب أفذع ولمجلس دينونتك أخشع ولنور شعلهوتك أجذع أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي لكني أتخذ صورة العشار قارئ عن صدري قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطي. كانيك عيك تصيعون صيعون آمين. أيتها العذراء الطاهرة اصبري ذلك السريع المعونة على عبدك وبيدي أمواج الأفكار الرديئة عني وانهضي نفس المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق فإنك أم قادرة رحيمة معينة والدة ينبوع الحياة ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بارك خطية مبارك أنت يا رب الآبائنا متزايد بارك واسمك القدوس مملوء مجد الأبد أمين. فلتكن رحمتك عنا يا رب كما سكننا عليك لأن كنت رجاك لأنك أنت الذي طعام فهين اسمعنا يا الله مخلصنا لك ترد كلها وأنت رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الأبد أمين. خلصنا علينا لاصنع مشيئتك لانك انت ولا انك موحي بنورك ربنا انت رحمتك الذين افرك من سجام القلوب لك تب البركه لك حق التسبيح. جاد الاعتراف الربطه اسمك الاخر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليله. اعظمك يوم النور الحقيقي وانا مجدك العذراء القديسه وليت الاله لانك وليت الاله مخلص العالم. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا كل خطايانا آمين. كيريا إليسون كيريا إليسون يا رب ارحم. كيريا إليسون كيريا إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون كيريا إليسون يا رب ارحمنا.
كيري إليسون كيري إليسون ارحمنا يا الله كيري إليسون كيري إليسون اسمعنا وارحمنا كيري إليسون كيري إليسون يا رب ارحم كيري إليسون كيري إليسون اسمعنا وارحمنا كيري إليسون كيري إليسون يا رب ارحم كيري إليسون كيري إليسون ارحمنا يا الله كيري إليسون كيري إليسون اسمعنا وارحمنا كيري إليسون كيري إليسون كيري إليسون إيسون قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض ما تأمن الكرام هل يغفر سبحانه الله عن سيئتنا لسنانا وبردتنا لسنانا وغريتنا من معرفة في الظهر باسم قدوس رزوانك رحمتك رب الصفتين قدس اسمك لياتي ملكوت تكون مشيئة مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء الليل يجب في مينون افعون ناكم الافسوس هو افسوس من تيوم افعرسي ناك نيتي سيان امرسفور نمشين ببنو معي سواب ونوتي نوت فز مروت نجيب نوتي بيوت بي بانتو كراتور آمين فز مروت نجيب اكمنو غنيس انشير يسوس بي خريستوس بن شويس آمين فز مروت نجيب ابنو معي سواب امبارك لي تور إثبتي راجيوس إسيوس آجيوس ابن ماجيون آمين إفلوغيتوس كيريوس أوسيوس إستوس إيونس آمين نيس موس تيرو اسمو إبشو اسمارو اسمو روفن جيني لأوس تيرو جاب ابن أي تاغرو هريغون أوه تيم اسمين تبشو اس شوف شايني امين هللويا تسمعني كيوك يا ما اتي كنيك يا يسوس هنا صوت انصوف اون مرنتي اورف اوبوس غرير او تمباي سو اباي نمنا اوتيرون تي بنون خين هيريني بين جبي بانتو كراتور بشاي سي بنوتي
سيد الرب لا ضابط الكل ابو ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال من اجل كل حال وفي كل حال لانك سترتنا انتنا حفظتنا قبلتنا اليك شفقت علينا عضضتنا اتيت بنا الى هذه الساعه واسمعنا ويعيننا واقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاة عنا في كل حين وان يحفظ لنا وعلينا حياة وقيامة بين الطاهر البابا البطريرك الانبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا مقار وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب صلاة ومصلاك يا محب البشر كم الأزهر المقدس كل يوم حياتك كل سلام مع خوف كل عسكر كل تربة كل فعل الشيطان مع مرضى الناس الأشرار قيام دا الخفينة والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الميدة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات نافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان دوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو صوتي صامي اكلينومين تاغونات ناينان اف نوتي فيود بي وان دوكراتور استومين اكلينومين تاغونات ناينان اف نوتي بن سوتين كي انا استومين اكلينومين تاغونات ناينان اف نوتو وان اين ايري الي اليوم أباء القمامة قصوا الشمامسة كليس كل الشعب وضعفه يكونوا محلين فمسة وفم كنيسة الواحد وحيد مقدس الجامع رسول أفواه الإثنى عشر من مصلح ماري ماركوس بطر قديس كومولم دوسكورس قديس أصناسيوس الرسول قديس بطرس ختم رئيس الكاهنة قديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيريس كود بسليس كود دوسكور أفواه 318 كتم ممنيخ 150 بيت قصطور المئتين بأفسوس فما بين البطريرك البابا أنباطا ودروس الثاني فما حقارتي لأنه مبارك اسمه قدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان ظهر الدور أمين إن بنيوت الطيوت نارسي إلف سمام Ah!
في سوري Bye.
فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموساوس بركته علينا أمين. ولكن اعلم هذا أنه ستأتي في الأيام الأخيرة أزمنة عسيرة، حينئذ يكون الناس محبين لأنفسهم وللمال، مفتخرين، متكبرين، مجدفين، غير طائعين للوالدين، غير شاكرين، فجاراً لا ود لهم ولا عهد، سالبين، داعرين، شارسين، مبغضين للصلاح، خوانين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة الله. لهم صورة التقوى لكنهم ينكرون قوتها. فاعرض عن هؤلاء، فإن منهم من يدخلون البيوت ويزبون النساء المطمرات في الخطية، منقضات لشهوات شتى، يتعلمن دائما ولا يبلغن إلى معرفة الحق أبدا. وكما إن يانيسا وينبريسا قاوموا موسى، كذلك هؤلاء يقاومون الحق. أناس آراؤهم فاسدة مرذولة من جهة الإيمان، لكنهم لا ينجحون كثيرا لأن حمقهم يتضح للجميع كما اتضح حمق زينك. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الأول وإيماني وآناتي ومحبتي وصبري، الاضطهادات والألام التي أصابتني في أنطاكيا وأيقونية ولسترا. جميع الاضطهادات قد احتملتها، ومن جميعها أنقذني الرب وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ولكن الناس الأشرار الخداعين سيتقدمون في الشر بالأكثر، ضالين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته، عارفاً ممن تعلمت، وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ، للتقويم وللتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح الذي سيدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، عز، انتهر بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون أذانهم، فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. وأما أنت فاستيقظ
في كل شيء واقبل الآلام واعمل عمل المبشر، تمم خدمتك نعمة الله الآب، فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاسلجون فصل من رسالة معلمنا يعوب الرسول بركاته علينا آمين. فاصبروا يا إخوتي إلى ظهور الرب، هوذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الجيد صابرا عليه حتى ينال أول الثمر وآخره. فاصبروا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن ظهور الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا، هوذا الديان واقف على الأبواب. خذوا لكم يا إخوتي مثالا احتمال المشقات وطول آنات طول الأنام الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأنام. وقبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تكونوا تحت الحكم. وإن كان واحد منكم قد ناله تعب فليصلي، والفرح القلب فليرتل. وإن كان واحد منكم مريضا فليدعو خصوص الكنيسة وليصلي عليه ويدونه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه. وإن كان قد عمل خطايا تغفر له، فاعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي ما تشفوا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فذلك يثبت للأبد آمين. فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وإن حضر قوم من اليهودية وكانوا يعلمون الإخوة إنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا، فلما حصل لبولس وبرنابا مشاحنة ليست بقليلة معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والأحبار الذين بأورشليم لينظروا في هذه المنازعة. فهؤلاء بعدما شيد عنهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوعهم للأمم، وكانوا يعملون سرورا عظيما لجميع الإخوة. ولما قدموا إلى أورشليم قبلهم أهل الكنيسة والرسل والأحبار فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من شيعة الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختتنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع الرسل والأحبار لينظروا في هذا الأمر. فبعدما حصلت مناظرة كثيرة قام بطرس وقال لهم أيها الرجال الإخوة،
أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بينكم، أنه بفمه يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب قد شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميزوا بيننا وبينهم بشيء إذ قد طهروا بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ الذي لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة ربنا يسوع المسيح نؤمن أن نخلصه كما أولئك أيضا. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يتحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهما. وبعدما سكتا أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال إخوتنا اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الأمم أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها ويقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم. يقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتهتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الله والابن الروح القدس المسيح من شعر برمود المبارك أحسن الله استقباله عاد علينا وعليكم وأنتم مغفور الخطايا والأثام قبل مراحم الرب يا أخوتي. آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 21 للشهداء سنة 305 ميلادية استشهد القديس أرسنيوس تلميذ القديس سوسنيوس، وذلك أنه لما كان الإمبراطور دقلديانوس يعذب القديس سوسنيوس أعلموه عن أرسنيوس أنه على إيمان معلمه، فاستحضره واستعلم منه عن معتقده فاعترف وأقر بأنه يؤمن بالسيد المسيح، فلطفه الملك كثيرا ليثنيه عن رأيه، فلم يقبل بل وبخ الملك لكونه يعبد الأوثان وترك عبادة الإله الحقيقي، فحنق عليه الإمبراطور وأمر بتعذيبه بكل أنواع العذاب، وأخيرا أمر بقطع رأسه أمام معلمه، فنال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تنيح القديس أبولو تلميذ القديس الأنبا صموئيل المعترف تتلمذ هذا الأب على يدي القديس الأنبا صموئيل في جبل قلمون، وكان أحد تلاميذه المتقدمين، كما كان نشيطا ومطيعا لأبيه ساعد أباه في إدارة شؤون الدير وتعميره. فعندما شرع الأنبا صموئيل في بناء كنيسة القديسة العذراء مريم كان أبولو يحمل ما يلزم على الجمال من الريف إلى الدير، وساعده أيضا في حل المشاكل الصعبة لحكمته وعلمه وإفرازه، منها أن ثلاثة من الرهبان أرادوا ترك الدير فوعظهم من الكتب المقدسة ومن سير الرهبان فرجعوا عن رأيهم وبقوا بالدير. ولما أراد الأنبا صموئيل أن يحيا في الوحدة والسكون أقام أبولو مدبرا على الإخوة، فقام بهذا العمل خير قيام، وكان يلجأ إلى الله عندما تواجهه أي صعوبات. ففي إحدى المرات نفذ الخبز من الدير فصلى وقال: يا إله القديس الأنبا صموئيل المعترف استجب لي وأرسل إلينا اليوم بركتك، فإن نفسي قلقت جدا من أجل الجموع التي اجتمعت بالدير، وكما أنك لم تتخلى عن أبينا الأنبا صموئيل فلا تتركني أنا أيضا، لأنه مكتوب إن بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. فاستجاب الله لصلاته إذ أنه وجد مخزن الخبز مليئا، فأخذ من بركة الله وقدم لضيوفه. ولما تنيح القديس الأنبا صموئيل بقي الأنبا أبولو مدبرا للرهبان حتى تنيح بسلام، وقد ترك له أولادا كثيرين بركة صلواته فلتكن معنا أمين. بركة صلوات أبينا الطبيب المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا مقار فلتكن معنا، وإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. Amen.
I am no me, I show.
لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسين. صلوا من أجل إنجيل المقدس يا رامون قارئ في ديون بني بنون بن إطفون النار بمخ ننتيون من طوب إتن إيريمو إبشوي هارو كبشوي سبنوتي نطفر شرب إنكوت مايم تنو نياتشوني مطلتشو جن تغار ببون ختيرو نم بن اوغايتيرو نم تنهل بستيرو نم بن طالت شوتيرو نم تن اناستاسيس تيري. صلب السو دافيد الليلويا نيتو اف Yeah.
بفوق بخوف أمام الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة مار معلمنا لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته بن سوتيرو بنور تيرين يسوس بيا كريستوس بشيري ام بنوت تانخ بيو نفشايني بيو فا بنوتي بي دوكسا سيكيري من مزامير يا بينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا الجبال تبتهج أمام وجه الرب لأنه أتى ليدين الأرض يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل أبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون هو الكائن إلى الأبد على تقسيم الكصادة الرب عن يمينك يا بان الطبا والمكرم الباب الأنبات ودروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا مقار الرب يحفظ لنا حياتكما مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم وفي ذلك اليوم جاء إليه قوم من الفريسيين وقالوا له اخرج واذهب من هاهنا فإن هيرودس يريد أن يقتلك فقال لهم اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب هان أخرج الشياطين وأتمم الشفاء يوما وغدا وفي اليوم الثالث أكمل ولكن ينبغي لي أن أقيم اليوم وغدا
وفي الآتي يذهبوا لأنه لا يهلك نبي خارج عن أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم من مرة أردت أن أجمع بنيك كما يجمع الطائر فراخه تحت جناحه، فلم تريدوا. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، وإني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان والى الابد امين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هي جمعه ختام الصوم، ويبتدي من بكره سبت العازر حد الشعانين واسبوع الالام. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم دايما الايام بسلام وخير. السؤال اللي هنساله النهارده: ماذا يريد الرب يسوع؟ قال كم مرة أردت ولم تريده؟ أنا عايز بس أنتوا اللي مش عايزين. يا ترى أنت عايز مننا إيه يا رب؟ ماذا يريد الرب يسوع؟ أول حاجة هقول لك عليها، هرجعك معايا شوية ورا لحد حد الرفاع. حد الرفاع هي القراية المهمة جدا في الصوم الكبير كله. حد الرفاع هي القراية المهمة جدا في الصوم كله. ليه؟ أصلها بتحط عنوان كبير قوي: أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. عايز تصلي في الخفاء، عايز تقدم صدقة في الخفاء، عايز تقدم صوم في الخفاء. وبالتالي كأن الكنيسة بتقول لنا الصوم والصلاة هي حياة القلب من جوه، حياة خفية، حياة أمام الله كثيرة الثمن. الحياة التقوية الداخلية أمام الله كثيرة الثمن. الله يريد القلب، أريد قلبك، أعطني قلبك. ولتلاحظ عيناك ايه؟ ولتلاحظ عيناك طرقي. فالله يريد حياتنا الداخلية. ان كان الصوم بينتهي فاسبوع الالام هيبتدي ويجي في اخره عيد القيامة. كأن بقول لكل واحد: عايزين نقضي اسبوع الالام في محبة وسلام، في صلاة وعبادة، وعايزين حياتنا كلها تبقى ببركة الحياة في الخفاء في الإنسان القلب الإيه؟ الداخلي. أول حاجة الله يريدها أن تكون لنا العبادة فين؟ في القلب، العبادة الداخلية. تاني حاجة ربنا عايزها أن نكون صورة له، صورة لله نفسه، صورة في البذل، صورة في الخدمة، صورة في المحبة. الكتاب قال ما بنحبش بالكلام، ما ينفعناش الكلام، لكن المحبة عندنا بالعمل والإيه؟ والعمل والحق. الإنسان الذي يبذل نفسه لأجل الآخرين يأخذ صورة الله. اتقال عن الإنسان، اتقال عن المسيح: ابن الإنسان قد جاء لا ليخدم، مش عشان الناس تخدمه، لكن عشان يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. ودي الصورة اللي هنشوفها يوم خميس العهد، لما وضى وغسل الرجلين، لما قدم نفسه خبز وخمر
ويوم الجمعة يوم ما قدم نفسه ذبيحة على الصليب. بيقول لك كده مفيش حب أعظم من إن الإنسان يبذل نفسه عن أحبائه. هي دي صورة المسيح، وهي دي الصورة اللي مطلوبة مننا كلنا، أن تكون لنا روح البذل، روح الخدمة. وما أقصدش بس الخدمة داخل الكنيسة أو مع الناس اللي أعرفهم، لكن أقصد الخدمة في كل مكان، الخدمة في كل مكان، سواء كان في البيت، كان في الجامعة، كان في الشغل. المهم إن الإنسان يكون إيه؟ خادم أمين للكل. زمان كده كان في شخصيات حلوة يتقال عليها فلان ده خدوم أو فلانة دي خدومة، لو الإنسان قصده في شغلانة هيقف معاه فيها، متأكد إنه هيقف معايا فيها. مع ضغط الحياة وكثرة المشاغل وكل واحد شغال وردية واتنين، ابتدت الشخصيات دي ايه؟ تقل. ابتدت الشخصيات دي تقل. الإنسان الذي يخدم الكل يأخذ صورة المسيح الخادم. الإنسان الذي يخدم الكل يأخذ صورة الله، لأن الله محبة. حاجة التالتة اللي ربنا عايزها النهاردة، يقول لك كده أنا عايز أجمعكم تحت جناحي، كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. وجناحي المسيح هم على الصليب، جناحي المسيح على الصليب، عايز يجمعنا كلنا في كنيسته التي هي بيته. نحيا مرتبطين بالكنيسة، مرتبطين بالأسرار، مرتبطين بالتوبة والاعتراف، مرتبطين بالخدمة، مرتبطين بحياتنا في الكنيسة. وتصبح الكنيسة هي أم لكل واحد فينا، والله هو أب لكل أحد، ونصير نحن أولاد حقيقيون للمسيح. حياتنا في الكنيسة، حياتنا تحت ظل الصليب، حياتنا وإحنا مرتبطين بالجسد والدم، مرتبطين بالمسيح شخصياً، تصير لنا حياة قوية. نأخذ مما له ونعطي العالم، نأخذ مما له ونعطي العالم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. إذن هو حيدي لكل واحد فينا سلام عشان نحيا في سلام، ويقول لك كده ويحيا الآخرون أيضا في سلام. املأ قلبك سلام يخلص كثيرون من حولك. طب وأنا هجيب السلام منين يا أبونا؟ هجيبه من المسيح. آخر كلمة أبونا بيقولها قبل ما الناس تمشي من الكنيسة، امضوا بسلام، سلام الله يكون معكم. على قد ما هتاخد من سلام الله، على قد ما تعيش انت في سلام، والناس اللي حواليك كمان يعيشوا في سلام. يبقى ثلاث حاجات قلت لك عليهم الله يريدهم: حياة قلبية من داخل في الخفاء، حياة في الكنيسة، وخدمة لكل أحد ولكل إنسان أعرفه. كل سنة وانتم طيبين. لإلهنا الآب والابن والروح القدس كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. جبنيو and jet.
لأن لك المجد إلى الأبد. إنكم لترونني حتى تقولوا من مبارك الآتي باسم الرب إله القوة. جيف اسم الوقت جيف يوت نمشيني نمبم نمم تتري يا انتي اوناس ان صوفيا ثوبروس خومن كريا ليسون كريا ليسون خنوم اثمي. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض نؤمن برب واحد يسوع المسيح إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساو الآب في الدار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد الرأس المنتي لأن الكبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجيء يدين الأحياء والأموات الذي لا يسبق الفراق نعم نؤمن بالروح القدس والرب المؤمن المسيح نأخذ الدهر وجهه على الآب والإبن والنقط كل الأنبياء وكنيسة واحدة تنتظر القيامة الرسولية وننتظر قيامة الأموات تنجوش تعمل خايت انت يا نصاصيس انت رفعون ينبيعون كنتم يغون استنيو آمين أختي سمحونا الله شليل إيبي بروسف شيستا سيتي هير نبا يا رئيس الحياة وملك الدهور اللهم يا من تكثو له كل ركبة ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض الذي الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه الذي تمجده العساكر الملائكية والطغمات السمائية والطبائع العقلية بصوت لا يسكت ناطق بإلهياته وإذ سررت بنا نحن أيضا الضعفاء الأرضين أن نخدو الصلاح على الأرض بل مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك
بلنا إليك أيها الصالح محب البشر، إذ ندنو من مسبحك المقدس كقصرة رحمتك. اجعلنا أهلا للسلام السمائي، الله اقبل هوتك المملوء خلاصا، لنعطيه بعضنا لبعض بمحبة كاملة، ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية. يا ولا بفكر غاش مملو من شر الدافع، غير متفقة نياتنا في الخبث، بل برغبة نفوسنا وتعليل قلوبنا، إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الوحيد، ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا، لأنك أنت العارف كخالق جبلتنا أنه ليس مولود امرأة يتزكى أمامك. فاجعلنا إذن أهلا يا سيدنا بقلب طاهر ونفس مملوءة من نعمتك، نقف أمامك نقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية، صفحا لزلاتنا وغفرانا لجهلات شعبك، لأنك إلى رؤوف قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الراس، كفوا بخوف ورعدة ولا شرق، انظروا فلنشكره.
حق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن سيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس قفوا الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرياسات والسلطات والكراسي الأرباب والقوة وإلى الشرق انظروا أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينا والسرافيم ذو الستة الأجنحة Yeah.
حصان بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا خلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لكنك لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمات وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا الهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا طهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم أسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا ضيئنا فهموني أموني بلي تطفن توي إفلي تن النوبي أفشنا في بسيت أمنتي إفلي تن بسطا آمين
من به أمة. أفشنا في بشن في أويا في مسيصاتك وين مبيوت يفسو شنيه وانت شبي وبي طفنا وانهفو لنخيف اتها بيتكم ياني خنو ذيك وسيني وافنا حسب أعماله رحمتك يا رب وليس كخطايا أنا ووضع الذي للتقوى لأنه فيما ورسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم أخذ خبزا على يديه الطائرتين لتين بلا عجب ولا دنس الطباويتين المحييتين ضامن أن هذا هو بالحقيقة آمين نظر إلى فوق نحو السماء إليك الله بسيد كل أحد وشكر آمين وبركه آمين وقدسه آمين نؤمن ونعترف ونمجد وقد سماه وأطال تلميذ القديسين والرسل الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى المغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكر هذا هو بالحقيقة أيضا بعد العشاء مزجا من عصير كرمة وماء وشكر آمين وبركها آمين وقدسها آمين وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد وذاق وأضع تلميذ القديسين والرسل الأطهار قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري وهذا هو أيضا بالحقيقة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي آمين 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 بموتك يا رب وبقيامتك المقدسة
اس او اب نمبفجن توم في ابل خني اس موت نمبفجن شيب شوي اني في اوي نمبفجن همسي ساتك اوينا مبيض وظهوري الثاني الاتي من السماوات المخوف المرهوب المملوء مجدا قرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدة نسبحك نباركك نخدمك نسجد ولك ننصت آمين ايفن سوما اف او بنتا تيناتيا امين باي ابو زئون اناس نوف اف تاتي زي سيكم بيري انت كما انت ناتيا امين وحياة ابدية لكل من يتناول منه امين يا رب ارحم أساس الكنيسة يا رب ارحم وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا كيري ليسون لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى يا رب هم والذين يرعونهم سبتهم كيري إليسون أعطي بهاء لكليروس نسكا للرهبان يا رب ارحم طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة كيري للتائبين صلاحا للأغنياء يا رب ارحم دعة للفضلاء معونة للمساكين كيري إليسون الشيوخ قوهم والذين في الحداثة أدبهم يا رب ارحم غير المؤمنين ردهم لذا انقضي افتراقات الكنيسة كيري إليسون حل تعاظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اجعل
يريدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا ومراسا مع كافة قديسيك الذين أرضوك منذ البدء قريب مبين شي سنتيرين انت تكوين مبطس ثواب ان كاثوليك ان ابسطوليك ان اكليسيا سفك ساستي ابرتيس ارينيستيس اغياس مونيس Catholicis, que apostolicis, orthodoxo tu seu, eclise, eias, kyrie, eiso, في الطيوت انت بك يا خريستوس عري ايروس خن ويرين الامن يابس قوستيرو ان ارتودوكسوس اتين خيتسن شرب من عري ابب شويسن بن بطريارشيس اني اوت الطيوت نار شرف سبابا فتادرس بما اصناف نم بفكيز فين اللي تنوس بني اوت ثواب دكيوس Ava Maka Sevek Saste Bertor Shiro Simon Baba Ava Tadros Baba Ke Patriarchu Ke Arshi Ebesko Butis Miguel Oboleos Alexandrias Nimbefkej vir elitorgos en apostolikos Binyoten ebeskobos avamakar Keton orsozokson imun ebeskobos يصلون معهما كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام أريب مبهم شو سني غومينوس نمني أبرز فيتيروس إن أرتودوكسوس نمني دياكو Εξαστή Μπερτούν, εγώ μηνών και πρεσβυτέρων και διάκονων και ύπο διάκονων επτά ταγματών το Θεό της Εκκλησίας. كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهرت كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا ارحمنا Σύσεν σωτηρία μπαί το πως εσώ άμπεν τακ βάινεμ το πως νεβέν μοναστήριον νεβέν εν τένεν ιούτι εν ορτοδόξο. Μπρος ευεξάς τη εμπερτής σωτηρίας του κοσμού και της βολέως εμον ταυτής και βάσον Boleon και των χώρων
كنيسون كيموناستي إيريون إيريالا أيصون وساكنين في بإيمان الله بيك لا أسغى رنمتك إكلسي سيتي هو إيروك أو إيفوليه توت إيفيوتني ماك إيفجو إيموجيناين جيناين Pantokrator jena ainen jena ainen jena ainen ebnuti pensutir jena شعبك وكنيستك يطلبون إليك بك إلى الآب معك ارحمنا 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 يا الله الآب يا ضابط الكل ارحمنا
ارحمنا ارحمنا يا شعبك بوحدانية القلب أعطي طمأنينة للعالم مزاجا حسنا للهواء أريكة تسرب شويس نيائر انت ادفين من كربوس انت بكاي خنتي رمبي ساي اسمه ايرو توبي جنيائر انت ادفين من كربوس انت بكاي نمفاني شين نمفاني ما ينالو لي نمش النفين نرفت كربوس اتخنتي كوميني تيرس هينا انت بخريستوس بنوتي اسمو ايرو انت بكوكو ايفو الخن اوهريني اتشنمكا انت فكان انو فينان افول كيري ليسون كيري ليسون كيري ليسون اني طويب شويكا تنو شيكا طبي اتفو كده موت ماي بونو فم هو مبكاي مارو سيخ جنفس لوم مارو آشاي ان جنف اوتا سفتو تفه غروك نم اوزكو و اري ايكونومي نم ببجن اون كاتا بتر نو فري از مو بكلوم انت تي روم بي هي تنتك مات خريستوس از بيني هيك انت بكلاوس از فيستي شيرا نم بي اور فينوس نم بي شمو نم بري من جو ايلي ومن اجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لان اعين الكل تترجى لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي يسجون لنا الكفاف في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب
فأن المرضى راحة للمعوزين يا رب ارحم إطلاقا للمسبيين قبولا للأيتام مساعدة للأرامل المتضايقين اشبعهم بالخيرات يا رب الساقطون أقمهم والقيم ثبتهم الراقدون اذكرهم والمعترفون اقبل إليك اعترافهم يا رب مؤمنيك مؤمنوك عدهم مع شهدائك الذين ها هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك يا رب ارحم ونحن ايضا المدعوين بنعمتك الى خدمتك ونحن غير مستحقين اقبلنا إليك كير يا ليسوع كير يا ليسوع كير يا ليسوع اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا الوحيد أن نشترك في تذكار قديسي تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء آبائنا الأطهار وسائل آباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة القديس يوحنا السابق الصابغ المعمدان والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء ناظر الإله الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد الباتريارك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسطوروس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا فم الذهب والقديس أودوسيوس القديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني نبي شوم تشمي تفسوتي خنيكي
نمبيشتي بنت كوستانتينو بوليس نمبيس نافشي انتي افسوس نمبنيو تنزيكي وزبنشتي افانتوني نمبيس مي افا بابلي نمبيشوم تسو افا مكاري نمنو شريتيرو نستافروفوروس وابانا بيحنس القمص وابانا ببيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا باب لطمو وحصلي التلميذه سيدي لابوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسع والأربعين شهيدا شيوخ شهاد القوي أنبا موسى ويحنس كما القس أبانا بدانيال القمص وأبانا بايس زورس القس أبانا بباخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأبانا أنبا ويصا تلميذه أبانا بإبراهام أسقف الفيوم والجيزة وأبانا القمص ميخائيل البحيري تلميذه أبانا القديس البطريرك الأنبا كيرلس السادس والقديس حبيب جرجس رئيس الشمامسة كل مصاف قديسك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معنا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء أبانا البطاركة القديسين الذين ركضوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا بارابيسوس انت ابونو خانت فران تنيت انخشا اني خن يروساليم انت ادب خن بما اتأما انا ذي انخانيت وين رمن قويلي ام بايما كريني شائفو أسبالي كأستأسني أبوني أسجاني
خاضوا إخونة كمات قورو هنا نمخن باي كاتا بريد ينخن هبني بين انت فيتشي او انت فيتشي اسمو او انت فيتشي سي انجابك نشتن ران اس او خن هبني بين الطيوت او اتسمار وقود نميسوس بيخريستوس بك من نكبك من ريت نشيري نم ببنام ما اسقوال يريني باسي تطفئ مفنوتي ببان تكراتور فيوت بن شايس هو بن نوتي هو بن سوتي ريسوس بأخرستوس جا فسرن ارئب امم شا انتينو اي اوهي ايراتين ام باي ما اس او افاي او افاي ان انجيك اي ابشو يو اي شمشي ام بكران اس او اب ان سب اون مار انتي هو رف بوس انت بايتين ان ام ابشا انت متش بيبن انت متالب شيس انت نب مستريون انو اوتي اوهن اسمو آمين بي سوما اث اواب تنستم اك سوما جبي بانتوكراتور بشويس بنوتي امين امين بروس بكسا ستي الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس وعلمنا أن الصوم والصلاة اللذان يخرجان الشياطين إذ قال أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة الصوم والصلاة هما اللذان رفعا إلي إلى السماء
وخلص دانيال من جب الأسود. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بأصبع الله. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما أهل نينوى فرحمهما الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم. اللذان عمل بهم الأنبياء وتنبأوا من أجل مسيح مجيء المسيح قبل إتيانه بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والإب والروح القدوس. كريا لا يصار كريا لا يصار يا رب رحم. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم الشهداء حتى سفكوا دماء من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهم الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح. نصم عن كل شر بطهارة وبر نتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طار نفس مستنيرة غير مخزي إيمان بلا رياء محبة كاملة رجاء ثابت نكسر بدائل بغير خوف ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئات كما في السماء كذلك على الأرض وابزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح أصار ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد خم بخلاص. Oh.
سخومين سيوم تابوبو خطايا كسبناك الخطايا ايضا انك سيد قلب لا تمنع شعبك نعم روح قدوس حالنا وحال سيد شعبك كل خطيه من كل لعنه من كل اذكر بسلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع راس بابا ام لا تقدر تسبس قريب ما بيمشوا يسجن صوت اسمه ايرو صوتي صامين كتب نفمات سومي تفوقو سيو ابروس خومي امين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون طاقيتي Αγίς λόγιτος Κύριος Ιησούς Χριστός ο Θεάγιας μας εμπνεύμα Αγίων Αμήν. Εσώμαν Αγίος Ματήρ, εσώμαν Αγίος Χριστό το Υιό το Θεό ημών. Αμήν. أؤمن أؤمن أؤمن
وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. أخذه من سيدتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي، أسلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحدي، عنا كلنا بالحقيقي. أؤمن أن له طلم فارق نسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطانا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لكل من يتناول منه. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة. أمين 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 أمين. أؤمن 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 أن هذا وبالحقيقة. أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناوب باستحقاق من الأسرار المقدسة الطهرة السمائية. يا رب ارحم ضبصاصيك الليلويا.